أحسن الله إليكم. هذه مستمعة بعثت 3 أسئلة لم تذكر اسمها، تقول في أولها: أريد أن أكون مكتبة في المنزل، ولقد سمعت أن هذه الكتب تشهد علي إن لم أعمل بما فيها، علما بأنني أحب القراءة في الكتب خاصة المفيدة في الدنيا والآخرة، وأقرأ بعضها على أمي أو أحدثها بها، وأحاول أن أعمل بما فيها قدر استطاعتي، فهل هذا يكفي؟ نعم، هذا عمل طيب ويكفي بإذن الله. عليك باقتناء الكتب النافعة والقراءة بها، والقراءة على أمك وعلى من يحضر، ليستفيد الجميع بذلك ولك الأجر إن شاء الله تعالى. نعم. أما القول أنها تشهد على من لم يقرأها، على كل حال هي ذكرت أنها تنتفع بها وأنها تنفع غيرها، فهذا عمل بها والحمد لله. نعم. لكن هذه المقولة لها أصل؟ إذا ترك الواجب، إذا ترك ما فيها من واجب فإنه مسؤول، أما إذا ترك ما فيها من مستحب فإن هذا لا إثم فيه. نعم.